السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، ويا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، ويا ريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. ما عندكش اللغة ما تخافش، برضو ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش، عاوز المعلومة من الآخر السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. النهاردة جايب لك إشارة جديدة من الباب ال13، نشوف مع بعضنا كده إشارتنا النهاردة وإزاي نقدر نحل الأسئلة اللي ممكن تجينا عليها. النهاردة هنتكلم عن دو كراجاتا سيباراتا كون دو كرسية يسنسونكم. الطريق اللي معانا النهاردة مسارين وممرين لكل اتجاه بالشكل ده. ده الكراجاتا بتاعتنا النهارده او الطريق بتاعنا النهارده. دو كراجاتا سيباراتا كون دو كرسية سينسو اونوكو. هنحل الاسئله اللي جينا ازاي؟ هنحل الاسئله بكلمه واحده. ايه هي؟ كلمه ديسترا بس. كلمه ديسترا يمين. هما سؤالين اتنين بس اللي موجودين على الاشاره ديت. اللي فيها ديسترا تبقى فيرو، مفيش ديسترا تبقى فالس. يلا مع بعض ندخل كده ونشوف الأسئلة اللي ممكن تيجي على الكراجاتا أو الطريق ده. أدي هوت الطريق بتاعي هوت دو كراجاتا سيباراتا كون دو كرسية كون دو كرسية سينسا أونكو. كون دو كرسية سينسا أونكو ممرين لكل اتجاه. وهنا طبعا هنا إيه؟ دو كراجاتا. يبقى أنا عايز كلمة إيه؟ كلمة ديسترا هي موجودة تبقى فيرو. السؤال الثاني ديسترا مش موجودة تبقى فالسو. أسهل إشارة. ديسترا فيرو مفيش ديسترا تبقى فالسو. كده احنا حلنا كام سؤال؟ حلنا سؤالين اتنين بس اللي هم ايه؟ اللي هم كل الاسئله. كل الاسئله اللي على الكراج الطريق ده او الاستراده ديت هم سؤالين اتنين بس، السؤال اللي فيه ديسترا فيرو مفيش ديسترا تبقى فالسو. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى القاكم في درس جديد. لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.